أنت خطا غريب القلب انقطع من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن آمنت بالله صدق الله العظيم. السيد المندوب السامي لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. للسيد باشا جماعة إيت ولاد، السيد القائد والسادة أعضاء السلطات المحلية على تعاونهم الدائم والمستمر. الرئيسة المؤسسة لمؤسسة دنفية للتنمية المستدامة. المؤسسة ديالنا اللي كتحرص دائما على مواكبة الأحداث الوطنية وانضمات ندوات والمتظاهرات الثقافية. اليوم كنحتفلوا بالذكرى ديال المطالبة بالوثيقة ديال الاستقلال اللي كتزامن مع 78 سنة. اللي حضرها اليوم اللي قام بالندوة السي مصطفى الكتيري المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، وتشرفنا بالحضور ديال السيد عامل عملة مكناس السيد صبار اللي دائما الحمد لله كيواكبنا وكيعاوننا في المؤسسة ديالنا ودائما كنلقاو في جنبنا. كنشكر السلطات وكنشكر الجميع اللي كيمدوا لنا يد المساعدة لا من قريب ولا من بعيد. والندوة كانت ناجحة الحمد لله، تعرفنا عليها وتعرفنا على الناس اللي نضلوا واجتهدوا وحروا المغرب من الاستعمار الفرنسي. قمنا كذلك بتكريم السيد المندوب السامي ومعه واحد المجموعة ديال الناس اللي كانوا وقعوا على الوثيقة ديال الاستقلال، من ضمنهم فاطمة الزهراء الفاسي. هذه البنت ابنة ملكة الفاسي وهي المرأة الوحيدة اللي كانت موقعة على الوثيقة ديال الاستقلال. والسيد الله يرحمه بن شقرون واللي تسلم الجائزة أو التروفي في مقامه هو النجل ديالو، وبنات السيد بستاسي هو كان من ضمن المقاومين ومن ضمن الموقعين على الوثيقة الاستقلال. وشكرا للحضور ديالكم وشكرا على التعاون ديالكم، ونتمنى إن شاء الله أننا تكون لقاءات ولقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.